الآن ننتقل إلى زميلتنا العزيزة وتوفيق. يعني اسمح لي البيت الشعري بيقول بالزوجة من ثانية عمامة الجاسر جاسي أنا بعمر من أول يعني جالس في جاسي أنا من أول قال من زوجة من ثانية عذابه هسا اسمعني اسمعني لا تقولوا والله من زوجة ما شفتجع ما شفتجع بس ولو من زوجة من ثانية عذابه كل أن تقول ما أنا مخاطبة به طيب لما تجي تقول لي أربع وخمس وست هذا هو كله من روحك إلا ماشي 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 تك هذا واصل يعني صار لنا ساعة نتكلم في الكرامة وانت شقع والله بردنا كرامة برد ما عرفش عند مرتي أضوي الشارع أرقد في الشارع العام دخلتنا في برنامج وزعلنا احنا والمرة وبعدين راحت لها وبعدين أتي 50,000 الحق لها وهذه السنة دخلت طوالي الشقح ما دخلت الشقح لعند المرة مقابلة ما تخش في نسوان بالمرة ولا تدخل في المرة مرة الثانية وطلعت أنا ما دخلت فيها أنا بين أقول لهم اللي حصل بيني وبينك طيب أنا أتكلم لك عن عدد الزواج احترف بصدق ذا الحين لأنه أنا متي 50,000 المرة الأولى متي 100 لحقت لبيت عمي وجلست أسبوعين يا عم والله ما بيش من الكلام كلام يا أختي يا عدي يا ناشدت والله العظيم لأنه إحنا مجتمع محافظ ولا يمكن حتى شلو الزواج عدد وأنا نصيحتي إنه راجعوا التلفونات والرسائل أنا نصيحتي ندخل في الموضوع ندخل في الموضوع هذه السنة 200,000 شقلك والله ما أدري أنت اتصل فيه بعدين عليك وعلى المخرج طيب